نصيحة أخرى لأهل البلاء، وكلنا في بلاء، سأل الله أن يجعلنا وإياكم عبيد منة وإحسان، لا عبيد بلاء وامتحان، قلوا أمين. يا أصحاب البلاء، إن الليل الدامس بعده صبح سافر. أكيد إحنا في ليلة ظلمة، لكن في نهار جاي إن شاء الله. هكذا والظلمة العاتية بعدها نور مشرق إن شاء الله، والجدب القاحل أرض جدباء لا زرع فيها ولا ماء، يعقبه إن شاء الله غيث مريع، أو يعقبه غيث مريع يعني كثير كثيف، والجوع أكيد بعده شبع إن شاء الله، والظمأ أكيد بعده ري إن شاء الله، والمرض يعقبه شفاء إن شاء الله، والفقر يكشفه الغنى، نسأل الله أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، بفضله وجوده وكرمه عمن سواه. فكل عسر إن شاء الله بعده يسر، ولن يغلب عسر يسرين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع، ما قالش بعدها، فإن مع ملازمة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، نرغب إليك يا ربنا فكلنا عونا، فيا ميسر كل عسير وجابر كل كسير ورازق الطفل الصغير وخالق الشمس والقمر المنير، يسر لنا كل أمر عسير، فتيسير العسير عليك يسير، يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، يا رب يا رب.